المنتخب المغربي اللي فاز بهدف لصفر، كان واخا فاز ولكن الفوز اللي هو صغير، ولكن شفنا يعني كأداء جماعي ما كانش داك كيف تنقولوا داك النيفو اللي كانوا طالب اللي كنشوفوه واللي اللي كنطمحوا ليه. شفنا يعني مقابله ما كانش المستوى ماشي هو هذاك، بحكم ان المنتخب الطوغولي تاهو ما ظهرش بشي يعني كيف تنقولوا بشي مستوى كبير اللي عكس على الاداء ديال المنتخب المغربي. فصراحه هذا الفوز هذا يعطي واحد الدفعه معنويه اللي غتخلي العموته ولا اللاعبين المحليين باش يخدموا المقابله الجايه ان شاء الله.